افتتاح ديال معرض الورد العطري اللي هو معرض سنوي واللي كيهيكل ونظم الاجنده الفلاحيه في الاقليم وفي الجهه كلها. هذه السلسله اللي كتنتج غير في هذه المنطقه هي سلسله واعده مهمه جدا، عطات لها استراتيجيه الجيل الاخضر اللي اطلقها جلاله الملك حفظه الله في 2020 اهميه قصوى واولويه من خلال واحد التوقيع ديال عقد البرنامج مع المهنيين الفيدرالية المهنية للورود اللي كتجمع كل المهنيين في السلسله، لا المنتجين ولا المتمرين ولا المسوقين. هذا العقد البرنامج اللي عنده واحد الميزانيه اللي كتدعمه الدوله بقريب 400 مليون ديال الدرهم، هو داخل في اطار المخطط الاقليمي لاستراتيجيه الجيل الاخضر اللي الميزانيه ديالو المجموعه هي 1.3 مليار يعني درهم. فسلسله واعده اللي عندها واحد القيمه مضافه مهمه جدا، 1000 هكتار اليوم اللي كاينه ديال الزراعه، واللي غادي نمشيو لواحد الهدف ديال يعني توسيع ديال المساحه. ومن هاد 1000 هكتار كاين واحد 400 اللي مسقيه بالتنقيط، وحتى هذا هدف اخر باش يكون عندنا 100% ديال السقي بالتنقيط، لانه اولا كيخلينا باش نحتفظوا وباش نقتصدوا في المياه ديال السقي، ثانيا هذيك المياه المقتصده كيخلينا باش نوسعوا بها المساحه، وثالثا كيكون الرفع من الانتاجيه لان كنتحكموا كذلك فيما هي اسمده والتقنيات يعني اللي كتكون دقيقه. ف المخطط يعني عمل على العاليه ديال السلسله اللي هو الانتاج، ولكن كذلك السافله ديال السلسله اللي هي التثمين ديال الانتاج ودعم ديال الوحدات ديال التثمين، خصوصا الوحدات ديال التعاونيات عبر الفلاحه التضامنيه، واللي الدوله كتستثمر 100% في هذه التعاونيات، كتبنيها كتجهزها، وكيكون التكوين والمواكبه تاع يعني المستفيدين والمستفيدات، لان عندنا عده تعاونيات نسويه، وهذا الشيء كيخلينا باش تبقى القيمه المضافه يعني في عين المكان، وكتولي بالنفع على الناس ديال المنطقه وعلى المنتجين يعني ديال المنطقه. فسلسله اللي عندها يعني افاق تنافسيه حتى على الصعيد الدولي، لان فيها واحد الجوده ديال المنتوج اللي هو مهم بالنسبه للقيمه ديالو والاثمنه ديالو، والجانب ديال التسويقي كذلك فيه المواكبه والدعم والتكوين للمنتجين. ف ان شاء الله فيما يخص يعني الافاق حنا وصلنا للاهداف لهذه المرحله، وباقي عندنا من هنايا ل 2030 يعني اهداف طموحه باش نكثروا لا في الانتاجيه ولا في القيمه ولا في توسيع المستفيدين بهذه السلسله.